بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. وحلقتنا النهارده عن الدوري الاوروبي. اصحابي وحبايبي اتفرجوا على الحلقات، يكملوا الحلقه للاخر وشيروا على الفيسبوك على قد ما يقدروا. بعد واحد من صحابك يشترك في القناه مش هتخسر حاجه. لو عاوز تعرف ايه اللي حصل النهارده في دوري ابطال اوروبا، طبعا ماتشات اتلعبت، نتائج غير متوقعه وهزيمه كبيره لبرشلونه. كمل الحلقه للاخر وان شاء الله هتعجبك. وقبل ما نخش على ماتشات النهارده وتفاصيلها واحداثها واللي حصل فيها، هنتكلم عن ماتشين. هنتكلم على برشلونه وبايرن ميونخ، وهنتكلم على اليانج بويز ومانشستر يونايتد. نشوف النتائج اللي حصلت النهارده في كل المجموعات. دينامو كييف وبنفيكيا 0-0، يانج بويز ومانشستر يونايتد 2-1، فيا ريال واتلانتا 2-2، اشبيليه وسالسبرج 1-1، ليل وفولسبرج 1-1، وتشيلسي كسب زينت بيترسبرج 1-0، وملماو كسب وملماو ويوفنتوس كسب ملماو 3-0. المباراه الاهم او المباراتين الاهم بالنسبه لنا والناس كلها مستنياها، مانشستر يونايتد واليانج بويز وبرشلونه وبايرن ميونخ. نخش على المباراه الاولى النهارده، مانشستر يونايتد واليانج بويز، واللي كان نظريا كده مباراه سهله لمانشستر يونايتد، وقدر مانشستر يونايتد يحرز الهدف الاول بقياده نجمه كريستيانو رونالدو، اللي تاني ماتش يلعب مع مانشستر يونايتد وعلى التوالي بيجيب اهداف، والهدف بتاع النهارده في دوري الابطال. وكان مانشستر يونايتد متقدم 1-0 وخلص الشوط الاولاني 1-0، لكن كان حصل حاله طرد لاحد لاعبي الدفاع في مانشستر يونايتد، ونزل اليانج بويز الشوط الثاني بغيه انه بيلعب على ارضه انه يقدر يحسن النتيجه على الاقل، يطلع بالتعادل على اساس انه بيلعب في ملعبه. ولكن تغييرات غبيه من سولساير، وتقدر تقول ان يعني كانت نقطه التحول في المباراه. حب يلعب بخمس مدافعين في خط الظهر بدل ما هو بيلعب باربعه، حب يلعب بخمسه، ويا ريت الخمسه فاتحين الملعب، لا ده واقفين في ال 18، خلوا الجناب فاضيه. قدر اليانج بوي يستغل الجناب دي ويعمل ضغط زياده على مانشستر يونايتد واحرز الهدف الاول. اخطا سولشاير تاني في التغييرات وطلع كريستيانو رونالدو اللي كان مصدر الخطوره الوحيد، وكان قبليه طلع برونو فرنانديز، فضى نص الملعب بدل ما هو يجمد نص الملعب ويلعب على الهجمه المرتده وعنده اللعيبه تقدر تخلص، لا شال لعيبه اللعيبه اللي كانت ممثله خطوره على اليانج بويز، ونزل لعيبه في الدفاع واستحوذ اليانج بويز على المباراه، وقدروا يخطفوا الهدف الثاني واول ثلاث نقاط لليانج بويز على غير المتوقع، يفوز على مانشستر يونايتد على ارضهم 2-1، ويحصلوا على اول ثلاث نقاط في المجموعه. وشكلهم كده هيبقوا الحصان، يعني الحصان الاسود، يعني ادائهم مش ان هو الواو اللي يقدر ينافس الفرق الكبيره، ولكنهم الى حد ما مستواهم متوسط، بس قدروا يكسبوا مانشستر يونايتد واخدوا ثلاث نقاط. وده دوري المجموعات معروفه، اي نقطه بتجيبها بتساعدك انك تتاهل للدور الثاني. نخش بقى على المباراه الاجمد النهارده، والمباراه اللي الجماهير كلها مستنياها، برشلونه بعد رحيل ميسي ودوري الابطال، وبيلعب بايرن ميونخ او بايرن ميونخ اللي واكلهم 8 سنه اللي فاتت، اكلهم تاني 3 في عكر دارهم زي ما بنقول كده مع الرأفه. 3-0 البايرن ميونخ بيلاعب برشلونه باقل مجهود، لعيبه منظمه جدا او فريق منظم جدا جدا في اغلب فترات المباراه. حتى وانت بتتفرج على الماتش لما تيجي الصوره على فريق بايرن ميونخ كله تحس ان هو بيلعب 4-2-3-1، واضحه جدا بيتحركوا كمجموعه واحده. وبرشلونه لا حول له ولا قوه في عدم وجود ميسي، وما عندهوش صانع العاب يقدر يقود الفرقه من داخل الملعب ويقدر يفتح الملعب يمين وشمال، ما عندهم صانع العاب على الخالص، بيلعبوا كوره الى حد ما عشوائيه. ونظرا لعدم وجود صانع العاب في برشلونه، ده ادى ان هم ما بيقدروش يعملوا ثلاث اربع نقلات على بعض في الملعب ويقدروا يمثلوا خطوره على بايرن ميونخ. لكن طوال ال 90 دقيقه نقدر نقول البايرن ميونخ بيلعب على قد المباراه وجايب ثلاث اجوان، يعني تحس انه بيلعب حصاله، يعني مش بيلعب برشلونه، ده بيلعب فريق مغمور حصلت المجموعه، يعني واكلهم 8 السنه اللي فاتت، والسنه دي جايين ياكلوا ثاني 3 في دوري المجموعات في اول مباراه، وبدايه غير مبشره ليه برشلونه وكل عشاق برشلونه. وبقول لسامي حبيبي يعني شكلكم هتبقوا حصاله السنه دي من غير ميسي، ولا شكل ولا طعم ولا لون، وهتبقوا حصاله ان شاء الله. ما تزعلش مني يا ابو الصوم حبيبي، فريقك تعبان محتاج دعم كبير، محتاج صنع العاب على الاقل يقدر يلعب ويصنع، او يتصرفوا يجيبوا لعيب تاني بقى، لان كده
برشلونة السيزون بتاعهم بدايته مش مطمئنة، ومش هيطول في دوري الأبطال، حتى لو تخطى دوري المجموعات مش هيطول. ما عندهمش لعيب مميز، محتاجين صانع ألعاب ضروري جدا. بيكي لازم يريح بقى، الواد أكله في الجول التالت يا جدعان، يعني سوحوا يعني. محتاجين يدعموا في خط الظهر، ومحتاجين صانع ألعاب وراس حربة يكون مميز. ما اعرفش ليه سابوا جريزمان. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله بكرة نحلل مباراة ليفربول والمباراة التانية اللي هتلاقيها في دوري الأبطال. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم بكرة إن شاء الله. شكرا.